هو ازاي البحر ده منور ولو انت شفتها المفروض تطلع بره البحر وتجري عشان هي خطر علينا ولا لا؟ الظاهره دي اسمها الضيائيه الحيويه او بايلومينيسنس، وهي بكل بساطه بتبقى تفاعل كده كيميائي بيحصل جوه الميه، بيبقى ما بين كده ماده اسمها لوسيفرين والاكسجين اللي موجود جوه الميه، بيتفاعلوا مع بعض وبيطلعوا بقى الضوء ده. الفكره بقى ان التفاعل ده مش بيبقى موجود بس في الميه، ده هو موجود برده عند اسماك كتيره قوي، وبيبقى مفيد جدا ليهم ان هم يقدروا يعيشوا جوه البحر. يعني في اسماك اساسا عندهم الماده دي جوه جسمهم، بيحموا بقى نفسهم من الاسماك التانيه اللي بتبقى عايزه تيجي تاكلهم، او بيستخدموا الضوء ده عشان يصطادوا بيه السمك. ولما الضوء ده بقى بيبقى موجود على الشواطئ، ده بيبقى بسبب بقى البكتيريا الموجوده على الساحل ده، اللي بتبقى موجوده جوه البكتيريا ماده اللوسيفرين، وهي بقى موجوده في سواحل كتيره جدا في استراليا والمالديفز وامريكا واماكن تانية كتير. فلو شفتها ما تخافش، هي مش خطر قوي يعني، بس غالبا اللي انت بتشوفها دي بتبقى بكتيريا منوره زي ما بقول لك كده.